كريم عم كريم عم كريم في ايه؟ كريم المستند ده عايزين. اهلا 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 استهان، فرح ولا طور ولا عيد ميلاد؟ تحت امرك. انا عم مبارك ابو الواد كريم صاحب الفرش ده. خلاص يا ابو خلاص خلاص. ايه يا هلا؟ لما تشوف الهوانم عايزين ايه اجري هاتلهم حاجه ساعه. اهلا وسهلا. مالك مستمر كده ليه؟ معلش الواد ده طول عمره رخمه كده بيغرق في شبر ميه. خلاص. خلصنا بقى يا عم بركه، عشان كده الدروس ما فرشناش. حاضر حاضر. شايف شايف يا ابن الكلب جبت لنا الكلام؟ معلش يا استاذ، هو الواد ده رخمه طول عمره كده. انا هجيب الحاجه الساعه، رحب بيهم وهات كراسي. يلا اتحرك. يلا خلاص. شو نادرة؟ كنت هقول لك ليش عم بتكذب عليك؟ شو كان رح يفرق لو كنت محارب؟ أنا ما كان بدي حدا غني، أنا بدي حدا ما بيكذب علي. بس خلاص اللي بدي أعرفه عرفته. سلام يا أسطى. الحاجة الساعة. الله، هم راحوا فين؟ ايه اللي عملت لهم؟ ايه راحوا فين؟ يا ارحمني بقى، كفايه اللي طينت فوق دماغي، ارحمني بقى. استنى انا في ايه اللي حصل؟ لا تعال. راح فين؟ رايح في 60 داهيه. يا كريم مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل يا ابني؟ ما تقول لي. يابا هي دي البت اللبنانيه اللي كلمتك عنها؟ لبنانيه؟ ايوه. انت مش تلاغين هلا؟ سايبني على غنايه كده؟ معلش معلش، ما حصلش حاجه. اجري وراها الحق. اجري وراها ايه؟ ما خلاص باظت زي ما كل حاجه باظت فوق دماغي. ولا يعني انا اللي عكيتها؟ عن شو عم تبكي هلا؟ عم بكذب عليك. شو كان رح يفرق معي غني ولا فقير؟ عن جد هيدا حيوان. احسن انك عرفتيها حقيقته. الله، في ايه؟ هي ما بتردش ليه؟ خلاص يا راجل، اديني جيت اهو. احسن ايه اللي اخرك وهوشين عليكي؟ اعمل ايه في الواد جمال؟ موقفني في اخر الدنيا، خايف لابوه يشوف هو بياخد مني الفلوس. وخلاص اديتي له اخر 20,000 ومضيتيه على الوصل؟ طبعا. امال ايه؟ بكره ان شاء الله ناخد العقد والوصل ونركب البيت من بابه. ها؟ طب بقول لك يا فتحي، ما تستنى شويه يا اخوي، مش بسرعه كده. استنى ايه؟ لحد ما يصرف الفلوس؟ الله، واحنا مالنا ومال الفلوس؟ ما خلاص دفعناه، وبعدين جمال باع، هو صغير ولا صغير يعني؟ لا بقول لك ايه؟ الواد ده بيضرب بودره. صلي على النبي يا فتحي، بودرة ايه ده؟ تلاقيه بس بيضرب حشيش ولا بانجو زي ابوه. وحياتك بيضرب بودرة وكل الناس عارفين. يا لهوي، بودرة يا فتحي؟ مالك يا لهوي خايف عليك ده ليه؟ ما يكون في 60 داهية، انت نسيت اللي عمله ابوه فينا. اخص عليك يا فتحي، ده برضه ابن اخويا، وانا يعني هفرح لما يجرى له حاجة؟ ما حنية قلبك دي اللي مودانا في داهية. طب اسكت بقى يا فتحي، انت وجعت قلبي على الواد جمال. اتاريه مش واقف على بعض وانا بكلمه. طب وبعدين؟ ولا قبلين. وانت يعني كنت فاكره الفلوس دي بياخدها عشان هيبني بيها جامع؟ لا، بس قلت عايز يتجوز بيها، عايز يتنيل، يشتري عربيه، يعمل مشروع. اصل ابويا فتحي كان منشف عليه قوي وهو صغير، اتاريني بديله فلوس عشان يروح يتنيل يشم يقطعني. يما يما ايه ده؟ مين؟ متخافيش يما، انا عبد الله. ايه ايه يا واد، خضتني، جاتك مصيبه. سلامتك من خض. يما ايه ده؟ تعالي. ايه يا واد، حد يصحي حد نايم كده؟ بقولك ايه، انا غيرت لك الفلوس. جابوا كام؟ 1500 جنيه. اتفضلي. مصيبه كده. هو الحج بيتكلف كام يا واد؟ مش كله ياما، بس مش اقل من 30,000 جنيه. يعني حتى دول ما يودونيش عمره. عمره ياما؟ ده ما طلعكوش المحور. يا سم تتريق وانت حاسس بحاجه؟ والله ياما حاسس، بس هعمل ايه يعني؟ خد خد يا حبيبي، خليهم معاك يمكن ينفعوك انت في حاجه. انا خلاص مش عايزاهم، هعمل بيهم ايه؟ والله يا عم لو ليك نصيب في الحج هتحج ان شاء الله غصب عن اي حد في الدنيا. لو ليك نصيب، الكلمه اللي بيصبروا بيها الغلابه اللي زيي. يا واد انا جات لي فكره. يو جاتك نصيبه؟
لك النهار انا قاعده قدام التلفزيون وشفت لك ايه برنامج مع الاستاذ تمام. اه قال ايه هيطلعوا خمسه الحج بس عاملين اسئله اللي يجاوب عليها هيطلع. والنبي روح قول له خالتك نفيسه بتقول لك جاوب لها انت على الاسئله يمكن يمكن ربنا يكون رايد واطلع. ما اسئله ايه ويحل ايه يما؟ انت عايز الراجل يزور ولا ايه؟ يزور ايه بس انت مالكش دعوه مالكش دعوه. روح انت بس قول له امك الله يرحمها كانت صاحبه امي. ها يمكن انا حاسه كده ان هو هيرضى. هو يعني غرمان حاجه من جيبه؟ ابدا. وانا قلبي حاسس ان هو هيرضى. والنبي يا حبيبي بص لو رضي رضي ما رضيش يبقى راجل خسيس. خسيس على الله بقى ما يرضاش. يا عبد الله تدخل كده من غير ما تخبط؟ لقيت الباب مفتوح سمعت صوتك كنت بتعاطي خفت عليك. لا ما تخافش انا كنت بجهز شويه غيارات لامي بس. طب بتعاطي ليه يا صباح؟ اقعد يا صباح اقعدي وما تعيطيش امك ان شاء الله هتخف والله هتخف. امي تعبانه قوي يا عبد الله تعبانه وانا مش عارفه اعمل لها ايه وشها بقى عامل زي الليمونه. طب انتوا ما لقيتوش اوضه عشان العمليه؟ اوضه؟ طب قول سرير. ماشي يا عبد الله حاجه معاكي. انت عارف سكه المستشفى لو حبيت تزورها تلاقيها راقده هي وخالتي سعديه في اوضه واحده. هزورها النهارده ما تزعليش مني. مش سهلة أنا يا عبد الله ولو عايز تزورها خليها بكرة أصلها النهاردة هتغسل. ما بتدعي لها يا عبد الله. صباح مش وقته يا عبد الله زرح المستشفى. استر يا رب. ألو أيوة مين؟ عادل افتكرت انك ليك اهل تسال عليهم. احنا تمام يا ابني. امك تعبانه قوي يا عادل دعي لها يا ابني انها تقوم بالسلام. عندنا حاجات كتير ده احنا حتى مش عارفين نغير لها الكلمه. بقول لك تعبانه انت ما بتحسش. يا ريت الحاجة يا عادل نفسها تشوفك قبل ما يحصل لها حاجة يا ابني. حاضر حاضر مش هقول لها مش هقول لها. يلا مفاجأة مفاجأة بس يا ريت تصدق المرة دي. ها مع السلامة يا دمي. مع السلامة. يا ريت تيجي يا حبيبي انا كمان نفسي اشوفك قوي. سعيد يا نادي. ازيك يا صبحي رحت لامي؟ ايوه وقالوا لي انك كنت هناك ومشيت. جيت اسلق لها فرخه. امي تعبانه قوي يا صبحي. ربنا معاها يا نادي. ادعي لها يا صبحي. انا ظلمتها كتير نفسي تسامحني. مش انت بس اللي ظلمتها يا صبحي بس انا عارفه ان امي قلبها مبيض وهتسامحني. انت ما تزعليش مني يا نادي قله الفلوس كانت مبوظه اعصابي. انا طول عمري لوحدي عمري ما حد خدني في حضنه ولا طبطب عليا
أمك اللي كانت دايماً بتدوسلي على الوجع، مع إن كان عندها حق في كل اللي بتقول. كانت خايفة عليك يا صبحي، بس أنت اللي ما كنتش فاهمها. يا رب اشفيها يا رب، يا رب اشفيها يا رب، يا رب. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا حضرة الشيخ. اسمك إيه الأول؟ أنا ندى. أهلاً يا أختي ندى، يا مرحب. أنا بس عاوز أستفسر، هل النت حلال ولا حرام؟ وشكر. العفو يا أختي ندى، حاضر نجاوبك. السؤال النت حلال ولا حرام؟ الإجابة الحلال بين والحرام بين. يعني النت ده ممكن ندخل مواقع نستفيد منها، ناخد منها معلومات دينية أو ثقافية أو أدبية، يبقى إيه الحرام في كده؟ ممكن مثلا ندخل نبحث في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، أو في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق، أو إلى آخره. ممكن نستفيد جدا من النت. المهم إن تكون نيتنا خير ونبقى داخلين نستفيد فعلا، ولا دخلنا نبحث والعياذ بالله عن فلانة بالبكيني، أو علانة في البسين، أو ترتانة قبل التجميل وبعد التجميل، والحاجات اللي بالكم فيها دي. استغفر الله العظيم، وحيد الله، قولوا لا إله إلا الله يا سيادة. وده اللي بيحصل. أه طبعا ده يبقى عيب وحرام وما يصحش. احنا لازم نوجه وش قعد زي دي كده من كام يوم، والله فاكرها زي النهارده. قعد يقول لك النت حرام وان الشيطان بعينه او غير كلامه. يا راجل قعد صدقته زي بقى. امسك يا عم انت، والله ما هسمع. اسمع مني انا البلبل الجريء دي سبوبه يا عم الحاج، ومحدش فاهم حاجه. بقول لكم يا اخوانا لموا الدور لحسن يقولوا علينا شغل رعيين. رعيين؟ انت فاكر يعني حكايه الدروس دي فكاكه؟ طب ايه رايك بقى؟ ان انا ممكن دلوقتي اقول لك كلام اثبت لك فيه ان قعدتنا دي كلها حرام وحرام. اه والله. وممكن بقى اقول لك كلام غيره اثبت لك برضو ان قعدتنا دي كلها حلال في حلال. مش بكاك يعني. هي بس ديتها ايه؟ تلقط لك كتابين تقراهم هتعدي. الحمد لله انا لا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب. وتلاقيك ولا بتسمع كمان. امال يا ابني الايه يا جامد، انت في كراسه الحساب والمشاريب عارف كل واحد عليه ايه؟ ده انت بتعد التفل في البراد. لا يا حبيبي، ده اكل عيش عليا النعمه لو بليونان احفظ. بص ما انت عايز. هو ده يا عم. والله العظيم ببيعه بنفس الثمن. يا سيدنا احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عقل عشان نميز بيه بين الصح والغلط، بين العيب واللي مش عيب، بين الحلال والحرام. بس احنا للأسف ساعات كتير قوي نكذب على نفسنا ونضحك على نفسنا وبنصدق كذبنا. في النهاية عايز أقول لكم حاجة، اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله من قلوبكم يا سيادي، والحلال بين والحرام إيه؟ بين. ربنا يكفينا شر الحرام ويجعلنا على طول في طريق الحلال بإذن الله. معانا اتصال تاني. احنا مش هنمشي بقى ولا ايه يا ليلى؟ دي القهوة فضيت علينا. مش عايزة اروح، بقيت اتعب لما اقعد لوحدي. كل ده عشان مي، ما تنسيها بقى وشيليها من دماغي. البنت عايشة مع ناس كويسة وانت قلت بنفسك كده. وحشاني يا طارق، فيها ايه يعني لما اشوفها؟ هو انا هاكلها؟ وعاوز يمحي من دماغ مي كل الماضي، ومتهيألي ده من حقه، ده في منزلة والدها. بقول لك وحشاني يا طارق، معقولة أنت كمان مش حاسسني؟ أنا يا ليلى؟ أنا مش حاسك؟ ده أنا الوحيد اللي طول عمري حاسك. أنت اللي مش حاسة أي حد، حتى أنا. كان المفروض دلوقتي بقينا متجوزين ومعانا مي ونربيها. طارق، إحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. فرق السن اللي بيننا مش مريحنا. لكن مريحنا أنا. وبعدين فرق السن، 5 سنين خليتهم فرق سن. لا شاطر، عرفت تخرجني من الموضوع. لا يا ستي، نرجع تاني لموضوع مي. عاوزة تشوفي مي ازاي؟ أنا عايزة أرفع قضية على الراجل ده. قضية إيه؟ مي دي بنتي، العرف والدين والقانون بيقولوا كده. لا، أنت ضربتي، أنت مالكيش سهر تاني بعد النهاردة. اتفضلي قدامي عشان اوصلك. انا هرفع قضيه يا طارق، هتقف جنبي اقف، مش هتقف هروح لمحامي يرفعها لي. حاضر يا ستي، هرفع لك قضيه. وانا اقدر ارفض لك طلب يا جميل؟
بقول لك ايه، انا مش ناقصاك. يا رب يغفر فيك. يلا بينا. ايوه يا منى انت فين؟ انا هنا يا صفاء اهو. انا قاعده بقى لي ربع ساعه مستنياكي. انا هنا اهو رافعه ايدي لابسه اشار بحر. اه شفتك شفتك. تعالى. ده انت زي القمر. ايه بيقولي لاخوكي؟ طب اقعدي تشربي ايه؟ بقول لك ايه، انا اللي عازماكي وما تعمليش فيها حركات بنت البلد دي لحسن مش شاربه حاجه. ماشي يا ستي انا معزوم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت ما صدقتي ولا ايه؟ انت بخيله زي صلاح. قولي لي قولي لي احسن، انا حاسه اول مره اكتشف صلاح. لا هو ان جيتي للحق يعني هو حنين واللي في جيبه مش ليه. طب احكي لي انت تعرفوا بعض ازاي؟ يعني انت زميلتنا في الجامعه؟ لا انا مش مكمله تعليم. غريبه. اصل اكيد صلاح بيحبك قوي. ليه؟ ما تزعليش مني، اصل صلاح طول عمره كان نفسه يتجوز واحده جامعيه. هو ما لمحليكيش بحاجه كده ولا كده يعني؟ لا خالص. هو انا وصلاح اخوات، بس زي ما تقولي كده بينا وبين بعض حواجز. يعني هو بيخاف عليا قوي وما بيحبش، او بمعنى اصح بيتكسف يتكلم معايا في موضوع المشاعر. مقفل؟ ما انا عارفه صلاح، انت هتحكي لي عنه. ايه اللي مقفل؟ ده رفض زميلي في الجامعه لما جه يتقدم لي لمجرد ان احنا خرجنا مع بعض بره. وعمل ايه؟ عمل ايه؟ ده شتم وهزقه وطرده. بصراحه بقى مش عارفين نعمل ايه. ان شاء الله كده لما موضوعنا يبقى رسمي هسلك لك امور. يا ريت يا منى يسمع من بقك ربنا، احسن احنا بصراحه واقعين في مشكله جامده. مشكله ايه يا اختي بعد الشر؟ احكي لي. لا هو انت يعني عايزه على طول كده تعرفي كل حاجه؟ ما انت هتحكي لي هتحكي لي النهارده بكره، هبقى مرات اخوكي. وانا يا ستي حماك. قولي لي بقى صلاح تقدم لك ازاي؟ مش فاهمة يعني. يعني الشكل الارتباط كان عامل ازاي؟ جيل مامتك جيل باباكي؟ عادي يعني اتقدم لي قرينا الفاتحة ولبسنا دبة. غريبة قوي. امال ليه يعني ما جابلناش سي؟ ما هو مستني ينجح ويعلق الدبور. ادخل. هو حضرتك مش نازل؟ لحد امتى يا بابا هتفضل كده؟ هو حضرتك حاسس بالذنب؟ خايف اكون ظلمتها؟ ما تسامحها يا بابا. اسامحها؟ اسامح واحدة خانتني مع راجل تاني؟ بص يا بابا انتوا جيل واحنا جيل. يعني جيلكم بيوافق على الخيانه؟ خلاص يا سيد انا موافق. قولوا لي تعملوا ايه؟ رسيني انا دقه قديمه مستعد اعمل زيكم. هعمل ايه؟ يا بابا كل حاله وليها ظروفها والظروف بتختلف. هتقول لي اتجوزت واحده اصغر منك ليه؟ يمكن بسبب فشل جوازاتها الاولانيه واحساسها انها بدات تكبر. وانا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه في ظروفها؟ يا بابا احنا لما بدانا نتكلم في الموضوع ده انت كنت متعاطف معاها، ولما اتكلمنا شويه بقيت مختلف ومتحمل عليها. واللي بطلب تحليل هتاكد ده. انا بصراحه بقيتش فاهم حضرتك. انا شخصيا يا ابني بقيتش فاهم نفسي. يا بابا انت الراجل اللي جواك مجروح عشان عرفت واحد تاني، وهو ده اللي مخليك مش عايز تسامحها. والله كبرت انت، كبرت يا ابني وبقيت تحلم اللي جوه ابوك. قول لي انت بعمل ايه؟ سيدي متضايق، عايز انزل اشرب شويه هوا. انت متاكده ان ابوكي في البيت؟ ادام مش في ورشه يبقى اكيد في البيت. انا من رايي ان احنا ناخد محامي معانا احسن، انت عارف اخوكي مجنون. جرايه يا فتحي، انت هتخاف ولا ايه؟ لا يا اخويا ده حقنا. اخوك وانت ادرى بيه، مش هسيب البيت بالساهل. والله بقى ده بيع وشراء، لو مش عاجبه ياخد دماغه في الحيط. ربنا يستر. بقول لك ايه يا فتحي؟ ما تجيش والنبي يا اخويا ساعة الجد وتناح. انا قتلت البيت ده. وانا قبل منك.
السلام عليكم يا سعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلوا. ازيك يا أبو جمال؟ الحمد لله يا عم فتحي. أمال الواد جمال فين؟ مش باين يعني. راح مشوار كده. إيه مشوار؟ أمال بيقولوا يا أخويا ده غطسان بقاله أسبوع. هم بيقولوا كتير يا سناء. ما تخش في الموضوع دغري يا سناء. موضوع إيه؟ خير؟ سمعت كده يا أخويا والله أعلم إن أنت كتبت الورشة والبيت باسم الواد جمال. حصل. ولا أنت عندك مانع يا سناء؟ أبداً يا أخويا. ربنا ما يجيب أي موانع. أدام قانوني ما أقدرش أتكلم. بس كمان قانوني يا سعيد يا أخويا الورشة والبيت بقوا ملكي. ايه ملكك ايه؟ ما تجيبي من الاخر يا سناء، في ايه؟ تقول لك ايه يعني يا ابو النسب، الواد جمال ابنك باع الورشه والبيت لاختك سناء. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فتحي؟ اهو ده اللي حصل يا اخويا، والعقوده اهي وعلى يد محامي وشهود كمان، والواد جمال قبض 50,000 باكو باكو ينطح باكو. غريبه، ده انا كنت فاكراها قالك. أمال الواد ودى الفلوس فين؟ إمتى حصل الكلام ده؟ من 10 أيام بس. ابن الكلب يا جمال. يا ابن الكلب. رميت أبوك في الشارع يا جمال. خلاص يا سناء. خدت بطارق. ضحكت على الواد وخدت منه البيت والورشة. لا 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 يا سعيد، خلي بالك من كلامك يا اخويا، انا ما ضربتش حد على ايده، وبعدين انت مش كنت ناوي تبيعهم لحد غريب؟ خلاص انا اولى من الغريب. طب كنت تقولي لي يا سناء، ما احنا برضو اخوات. ضحكتني يا سعيد، من امتى يا اخويا كنا اخوات؟ ده انت عمرك ما حنيت عليا ولا على عيالي، جاي دلوقتي تقول لي اخوات؟ ماشي يا سناء ماشي. بردت قلبك يا سناء، ولعت النار في قلبك. ماشي يا اختي، تحب الم شنطه هدومي واطلع بره بيت ابويا، ولا تحب فتحي يطرد ويرميني بره في الشارع؟ امور يا سناء، امور يا اختي، امور وانا تحت امرك. بقول لك ايه يا سناء، يلا بينا دلوقتي علشان النفوس شايله، نبقى نجيله لما يهدى كده. يلا بينا. يا سناء، اخوك ياخد منك البيت تعيطي، تاخدي منه البيت تعيطي، في ايه؟ اول مره اشوفه مكسور كده. ده ورد اخويا. انت نسيت اللي عمله فيكي؟ ما نسيتش يا اخويا، بس كان نفسي كل واحد فينا ياخد حقه من الاول ونعيش في سلام. اهو على الاقل كنت خدت بالي من ابنه اللي باظ. هو اللي بوظه، قعد يدلع فيه وهو صغير لحد ما راح منه ما عرفش يربيه. هو بقى يا فتحي ربنا يهديه له. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم حاجه. والنبي يا فتحي تسيبني في حالي دلوقتي، بكره نبقى نروح له. خلاص انا رايح اقعد على القهوه. بقول ايه؟ ما يلا بينا بقى. يلا بينا فين؟ هو احنا لسه لحين قعدنا مع بعض؟ انت خدتيني على مشم كده، قلت لي انك هتوصليني وفجاه جبتيني هنا، وانا يعني ماليش في العادات دي خالص. والله ما انت ماشي لما تتعشى معايا. اتعشى معاكي؟ لا 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 ما ينفعش، انا متعود اتعشى في البيت مع الاولاد. وانا متعوده اتعشى لوحدي. تعالى بقى مره نكسر الروتين انا وانت ونتعشى مع بعض. والنبي يعني لازم تحلفي؟ خلاص ما دام حلفتي خلاص
بس انا اللي حكي على الحساب والا مش حاكل. اه خلاص يا حبيبي زي ما تحب. فكرت في مقدمة الحلقة بتاعت بكرة لسه؟ نفسي تريح نفسك شوية من الشغل بقى. معقول يعني قاعد في مكان حلو زي ده وبتسمع المزيكا الهادية دي وبرضه بتفكر في الشغل؟ هو المزيكا هادية فعلا، المكان حلو وكويس. لا المكان حلو. انت تعرف اكتر حاجة عجباني فيك ايه؟ انك خجول. يعني شوية. شوية ده ايه؟ ده احنا من ساعة ما اتقابلنا في المحطة ما حاولتش تبص في عينيا ولو مرة واحدة. طبعا فعلا. وده بقى بيزيدني دايما ليك احترام وبيحسسني معاك بالامان. الله يخليك. يا امت مساء الخير يا فندم. مبروك عليك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حابب حضرتك تاخدي اللي بتحبيه كل مرة ولا هتحب أغير حاجة تانية؟ لا لا هو زي كل مرة بس المرة دي الفردين. اوكي ذاتس اورايت. ايه ده؟ ده انا اللي ندهت له ما عبرنيش خالص. ده انا ما طلبتش. انا طلبت لك يا حبيبي بس على الله ذوقي يعجبك. طبعا. هيعجبني طبعا. ده انا مش عارف انا ليه كده قلقان وقاعد مكسوف يعني مش اصل لو حد شافنا قاعدين مع بعض هيقول ايه بس؟ احنا قاعدين في اعداد حلقه بكره. ثم احنا ما بنعملش حاجه غلط. امال انا ليه حاسس اني بعمل حاجه غلط؟ ده انا زي ما اكون بسرق او باخد حاجه مش من حقي. والله اختبني بص لي ليه بس؟ مفيش حاجه يا تمام. وبعدين انا بقى عكسك خالص. انا مبسوطه جدا ان انا قاعده معاك. بصراحة كده حاسة إن أنا قاعدة مع حد محتويني. أب، أخ، صديق. ده مش حرام عليك بقى تحرمني من كل دول؟ لا 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 اقعدي معاهم براحتك خالص يعني. ويا ريت تطولي مع الصديق شوية. أنت شايف كده يعني؟ بهزر يعني أنا ماليش نفس أهزر. أنت تعرف إن أنت قبل ما تيجي البرنامج بصراحة كده كان دمه تقيل قوي على قلبي. يا ساتر يا رب. ليه؟ لانك غيرت كتير قوي في شكل البرنامج. الحمد لله ده كله من فضل الله. طيب اشرب. معقول في كده يا استاذ تمام؟ فظيع وانت مكسوف بتبقى زي الطفل الصغير بالظبط. الله يخليك. شكرا شكرا. تحيه والصلوات والطيبه. السلام عليكم. زينب ورحمه الله. زينب. السلام علي وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله رسول الله. لا إله إلا الله. أما صلى الله عليه. شوف هي فيه أنا كنت فيه. استغفر الله العظيم. في العالم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا زينب. منا ومنك يا اخويا. احضر لك لقمه تاكلها؟ لا 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 اقعدي اقعدي انا مش عاوز اكل. انا عاوز اتكلم معاك شويه. خير يا اخويا اتفضل. خير ان شاء الله. زينب انا طول عمري محافظ عليك وطول عمري بعاملك بما يرضي الله ورسوله مش كده برضو؟ عليه الصلاه والسلام. ايوه يا اخويا عمرك ما غلطت فيا. صح يعني كنت بتتعصب عليا شويه بس بعدها كنت بتفوق كده وبتروق وبتكلمني تاني. هو حصل حاجه؟ حصل. حصل ايه يا اخويا؟ انا مش عايز اغلط يا زينب. مش عايز اغلط. مش عايز ازعلك ولا اظلمك. مش عايز تغلط ولا تزعلني ولا تظلمني. الله طالما انت ماشي على كتاب الله وسنة الرسول هتغلط ليه؟ يا اخويا بوشتني. ما هو انا عشان ماشي على الكتاب والسنة زي ما انت بتقولي لازم اطلب منك الطلب اللي هقوله دلوقتي وواثق انك ان شاء الله مش هترفضي. ارفض ايه؟
واقول ايه؟ هو في ايه؟ انا هتجوز يا زينب.